مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني. حسن محسن معيوف احد الطلبه المتميزين، شلونك؟ حياك الله استاذ، يا مرحبا. اولا انا ابارك لك هذا التفوق الكبير لك ولعائلتك. تفوقك هو دليل انه النجاح لا تحده حدود ولا تمنعه موانع. انت متخرج من ثانويه الطف، بارك الله، واللي هي بقريه، نعم، في قضاء قلعه سكر. سولف لنا شويه عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. انا طالب حسن محسن معيوث من ثانويه الطف اللي تقع في محافظة ذي قار في قلعة سكر. قد تبعد عن بيتك حسن؟ بالنسبة للمدرسة كانت تبعد عن بيتي حوالي 11 كيلو المسافة بين بيتي والمدرسة، ويعني من خلال هذه البيئة الريفية الحمد لله رب العالمين قدرت أحقق هذا الإنجاز اللي طبعا انجاز كبير لصالح الوطن وصالح ال 11 كيلو. شلون تروح يوميا للمدرسه؟ يعني المسافه شلون اقطعها تقصد؟ اي وسائط نقل عاديه. بالنسبه للمساء، بالنسبه يعني خلال الأيام الاعتيادية وهي وكانت نادرة طبعا خلال شتاء 2019، نادرة جدا، أنه كانت أكو وسائل بسيطة يعني تنقل للمدرسة، وسائل بسيطة جدا. أما بالنسبة للأمطار اللي كانت متميزة بها عام 2019، فكنت أعتمد على المشي من بيت المدرسة. كان مبلط الشارع وعلى مود يعني 11 كيلو كانت مبلطة؟ لا، مبلط الشارع كان لو لا لا ما بها اي تبليط. تمشي بالطين 11 كيلو؟ نعم بالطين، ويعني واحيانا حتى بالمطر انه خلي كتبه يعني نايلون او كذا واتغطى بنايلون وامشي والدنيا تمطر. فالحمد لله الله سبحانه وتعالى هم نظر. شقد جبت معدل حسن؟ وفقنا الحمد لله. شقد جبت معدل وشقد تسلسلك؟ بالنسبه للمعدلي، بالنسبة لمعدلي 99.86، وبهذا المعدل حصلت على المركز الأول على العراق إن شاء الله. لا يمكن أكو وجهة نظر أخرى، بس طبعا أنت كلش متفوق. شلون قدرت متساوين بالمعدل هسه الآن الشباب دي يقولوا لي، شلون قدرت تحقق هاي النتيجة؟ أولا احكي لي عن وضعك الاجتماعي، أنت ايش قد تسلسلك بين أقرانك يعني بالعائلة؟ بالنسبة لتسلسلي الرابع من بين أخوتي. وضعكم الاجتماعي جيد؟ وضعنا الاجتماعي كما هو وضع قريتي ومنطقتي، يعني مثل ما قلنا هو يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة العصرية وإلى أبسط الخدمات، مثل ما قلت لك أنه شوارعنا يعني نروح مشي خلال فترة الأمطار الغزيرة. طيب. فالحمد لله بالرغم من هذه المعاناة قدرنا نحقق هذا المعدل ونجيب هيك درجات، وهذا بالنسبة للوضع الاجتماعي. سولف لي عن مدرستك. يعني استطعت انه كانوا مدرسين. سولف لي عن مدرستك. بالنسبة لمدرستي متكاملة، المواد اللي بيها، الأساتذة كلهم كاملين اللي يدرسون هاي المواد، سولف لي على السريع عزيزي. بالنسبة لمدرستي هي مدرسة حكومية تابعة لقضاء قلعة سكر، كادرها بعضه أغلبه من العشائر المحيطة بالقرى مالتنا بالقرية مالتنا، والكادر وبعضه من مركز قضاء قلعة سكر. كانوا الأساتذة متعاونين معي الحمد لله وقدموا لي دعم كبير خلال فترة دراستي بالسادس الأحيائي، وقدموا لي كل ما أحتاجه من نصائح وأشياء اللي أحتاجها. وايضا الحمد لله رب العالمين اعتبر رديت الجميل لهم، لانه ما كان اكو تدريس خصوصي ولا كانت هو هذا السؤال. هو هذا السؤال لك، هو هذا السؤال لك، حطيت مدرسين خصوصي احد ساعدك؟ لا ماكو اي تدريس خصوصي واي شغلات اخرى. طيب. فقط اعتمدت على كادر ثانويه الطف، والحمد لله رب العالمين كان يعني كادر استطاع ان يوصلني الى هيك معدل. حسن اريدك تسولف لي شويه عن وقتك بالدراسه، شلون
انت قصة واكو مئات القصص مثلك الملهمة، وحتى الشباب في عموم العراق يستفيدون من عندك. شلون كنت مقسم وقتك؟ يعني خلال فترة الدراسة الاعتيادية أو خلال العطلة الصيفية كانت بعض دروس التقوية تقام مدرستي، كنت أحضرها على مود أستلم أكثر معلومات عن المواد. وعندما بدأ الدوام بديت من جديد بالمواد وحضرت بشكل مباشر كل درس بدرس قدرت أحضره من خلال جدول ألتزم به يوميا. يعني كنت أقدر أحضر دروسي كل يوم بيومه أو سيطرت عليها خلال الامتحانات الشهرية أكثر. شقد يومية؟ عندما أجت امتحان شقد يومية كنت تقرأي؟ شقد يومية؟ يعني تقريبا 5 إلى 6 ساعات كمعدل يعني باليوم. حسن محسن معيوف، أنا كنت أتمنى أن يكون عندي وقت أطول وياك، أمنياتي لك بالتوفيق عزيزي. الله يخليك. وأنت مثال، بس هذا مو معنى المثال أنه الحكومة تبقى مقصرة، لأنه هذا قصة ملهمة حسن، أنه يظل يمشي 11 كيلو وكأننا في بداية القرن. بس حتى نقول أيضا أنه العراقيين رغم هاي الظروف يقاتلون بالوقت اللي ما يقصرون مع بلدهم، الحكومات دائما هي اللي مقصرة. أتمنى لك التوفيق وأتمنى أن تحقق حلمك حسن محسن. بس أحب أنوه على شغلة. تفضل. طبعا بس ممكن دقيقه استاذ؟ تفضل. طبعا اتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساعدني خلال هذه الفتره من كادر ثانويه الطف وعائلتي واخوي علاوي اللي قدم لي الدعم الكبير، واتقدم لكل القنوات الفضائيه اللي حضرت بعد اعلان النتائج، وشكر خاص الى قناه دجله الفضائيه التي اتتنا هذا اليوم وهذا المساء بالرغم من الظروف الصعبه والطريق غير الملائم، ولكن اصروا من قبل المصورين اصرار كبير على الحضور الى منزلي. شكرا جزيلا لك. واني ايضا بدوري اشكر، الشكر موصول لكل من ساعدك حتى تحقق هاي النتيجه وتحقق حلمك.